هل تذكر المثل الشهير احرث وادرس لبطرس؟ والآن اعمل طيلة الأسبوع واجتهد وابني واخترع وافعل كل ما بطاقتك، فلن يستفيد أحد من جهدك سوى حفنة رجال. هؤلاء هم أسياد العالم ومن يملكونه ويتحكمون فيه. شاهد لتعلم أين تصب أموال العالم وبيد من. تقرير لمنظمة أوكسفام عام 2019 قال إن 1% من سكان الكوكب امتلكوا 99 من الثروات، وهذا يعني أن كل أموال العالم تقريباً هي في يد 7 مليون إنسان، وباقي السكان البالغ عددهم 8 مليار إنسان لا يملكون أي شيء تقريباً. والأخطر من ذلك بحسب التقرير فإن 8 أشخاص فقط يملكون نصف الثروة التي وصل مجموعها بحسب تقرير الثروة العالمي لعام 2019 الصادر عن مصرف كريدي سويس ل 360 تريليون دولار. نصف هذا المبلغ كان في الولايات المتحدة والصين، ويتركز بيد فئة قليلة في كل بلد، وهم عملياً من يديرون اقتصادات الدول والعالم الذي وصل في عام 2019 ل 86 تريليون دولار، وهو كل ما يجنيه الاقتصاد العالمي من كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها. ووفقاً لبيانات البنك الدولي في العام ذاته، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتربع على عرش اقتصادات العالم بحجم اقتصاد يصل لعشرين تريليون ونصف تريليون، تليها الصين بحجم اقتصاد يناهز حاجز 13 تريليون ونصف، ثم اليابان، تليها ألمانيا، تليهما بريطانيا وفرنسا، فالهند وإيطاليا والبرازيل وكندا. وهذه الدول صاحبة الاقتصاد الكبير هي نفسها التي يتركز بها أصحاب المليارات الذين يشكلون نادي أثرياء العالم وأسياد المال. ويبلغ عدد أعضاء هذا النادي بحسب مؤسسة أوكسفام عام 2020 2153 ملياردير، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة مع عدد سكان الأرض البالغ 8 مليارات نسمة. وبالعودة للثمانية الكبار الذين ذكر تقرير أوكسفام أن في يدهم نصف ثروة العالم، فهم بحسب التقرير الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة أمازون، الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، الفرنسي برنار أورنو وهو إمبراطور الصناعات الاستهلاكية كما يلقب في أوروبا، ثم يأتي في القائمة الأمريكي وارن بافيت مالك يريتش كاير هاثاوي، يليه الأمريكي الآخر مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، ثم الإسباني أمانسيو أورتيغا رائد تجارة التجزئة في العالم، يليه الأمريكي لاري بيغ مالك شركة ألفابت، أما الثامن فهو الأمريكي سيرجي برين مالك جوجل. وتضم القائمة أسماء أخرى من بلدان أخرى، لكن هؤلاء هم الأكثر ثراء ومن بيدهم نصف ثروات العالم. وكما يقال دائماً، من يملك المال يملك السلطة والنفوذ. وفي عالم الاقتصاد فيه يحكم السياسة، فإن هؤلاء برفقة باقي أعضاء نادي أصحاب المليارات فهم من يديرون العالم، وهم من يعمل عندهم معظم سكان العالم بشكل مباشر وغير مباشر. فإذا كنت تعمل بمؤسسة أو شركة أو معمل، فاعلم أن ناتج هذا العمل سيصب بطريقة أو بأخرى في جيب أحد أثرياء العالم.